اللي يعتقد ان الشاي الاخضر يخسس نو خلنا نتكلم بالعقل والمنطق. في شيره تطلع شاي اخضر وفي شيره تطلع شاي احمر، من الطبيعي نو ما في. اللي ضعفك الكافيين اللي موجود بالشاي الاخضر ونفس اللي موجود بالشاي الاحمر، والناس اللي تعتقد كثر شرب الشاي الاخضر تخس قاعد تخس من طرد السوائل من جسمها، عساس كذي وجهك تلقاه ضعيف. ليش؟ لان نسبه السوائل انزلت. يعني مو ان الشاي قاعد يطلع الشحوم، لا، من نسبه الكافيين اللي موجوده. اتفقنا؟ واللي يشرب الشاي الاخضر باستمرار وشكل دائم وما يسوي رياضه عادي راح يصير جلده نفس الكمبل مال الفندق، عادي راح يتلحف فيه. فالشاي الاخضر ما يطيحك وزن، الكافيين اللي فيه هو اللي قاعد يطرد السوائل. وها، واذا طلعت السوائل وجف الجسم من السوائل راح يرتفع اليوريك اسيد، بعدها عظامك راح تعورك، بعدها الجلد يبدي يتقشر، بعدها ركبك مفاصلك كلها راح تلتهب بسرعة. وها، وزيدك من شعر بيت راح يصير فيك حصوات. ليش؟ لأن كمية الماء الموجودة بالجسم هي اللي قاعدة تحارب اليوريك أسد، ما تخليه يصعد. اتفقنا؟ يعني الشاي الأخضر، الشاي الأحمر، الشاي الوردي، الشاي الأصفر، اللي يكون كلهم فيهم كافيين وكلهم مدرين تكرم للبول، عشان كذي الواحد يحس انه ضعفان. الحين نسولف عن فوائد الشاي الاخضر عشان لا نظلمه، سواء الشاي الاخضر او الاسود. ترى الشاي الاخضر يا اخي فيه مضادات اكسده مجرمه 100%، مضادات الاكسده جدا عاليه. ليش يقولوا لك دائما الشاي الاخضر اشربه قبل الوجبه بساعه وساعتين؟ ليش؟ لانه لا يمتص الحديد والكالسيوم والفيتامينات من الوجبه نفسها، دائما اخره قبل الوجبه ساعه وساعتين. يا اخي مؤخر للشيخوخه، يا اخي مفيد للذاكره. دائما الصينيين يشربونه باستمرار. ليش؟ شوف اعمارهم كبيره ولكن بشرتهم تلقاها صغيره. اتفقنا؟ شربوا الشاي الاخضر ولكن مو بشكل دايم، وخففوا منه. ماشي شخص يحب الشاي الاخضر، وخليك مع بطاري.